سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تقص بعض شعر رأسها من الأمام للزينة أم لا؟ الذي ينبغي للمرأة أن تحافظ على شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها، ولا ينبغي لها أن تقصه لأن في ذلك تشبها بالكافرات وبالنساء الفاسقات، وفيه تضييع أيضا لشعرها الذي هو جمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا حلت من النسك من حج أو عمرة أن تأخذ من شعرها قدر أنملة فقط، مما يدل على أنه ينبغي لها المحافظة على هذا الشعر وصيانته. نعم.